بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل دلوقتي مع بعض دورة التصميم الهندسي للطرق باستخدام المرجع العالمي الأشرف، أداة مهندس أيمن محمد أندي. هننتقل إلى الدرس بتاع النهاردة، وهو بعنوان Elements of Design أو عناصر التصميم. وهنتناول في الدرس ده stopping side distance أو المسافة الكافية للتوقف، الدرس التاني بعنوان passing side distance وهي المسافة الكافية لتجاوز السيارة الأخرى أو المقابلة في الحارة القادمة، والدرس الثالث هو عبارة عن super elevation هو ارتفاع الظهر عن البطن، وهندرس الكلام ده كله بالتفصيل. لو جينا لل stopping side distance أو مسافة الكافية للتوقف، تعريف: هي المسافة، مسافة الرؤية التي يحتاجها السائق أو السيارة للتوقف وهي تسير بسرعة تقترب من السرعة التصميمية. يعني هي أقل مسافة أحتاجها عشان أقدر أوقف السيارة قبل ما أخبط في عائق، تمام؟ لذلك المسافة دي لابد أن المصمم يوفرها معاه في التصميم بتاعه وياخدها معاه في الاعتبار لكي يتجنب اي عوائق مفاجئة قد تقابله اثناء السير. لذلك المنحنيات الافقية والرأسية لابد ان تتصمم على مسافة الرؤية للتوقف بحيث تبقى مسافة امان. طيب، يفضل ان مسافة الرؤية تكون كافية وطويلة ما امكن، ويجب الا يقل الحد الادنى للمسافة دي عن مجموع جزئين. ايه بقى الجزئين دول؟ الجزء الاول بيسموه decision distance time، وقت اتخاذ القرار. يعني السائق ماشي بالسيارة خد وقت معين عشان يحصل فيه رد الفعل، الوقت ده غالبا بيبقى 2.5 ثانية، 2.5 ثانية عشان يبدأ ياخد القرار بالفرملة. خد القرار، بدأ يضغط على الفرامل، بعد كده الفرامل بتبدأ توقف السيارة، مش بتوقفها مباشرة، بتوقفها بعد مسافة. يبقى المسافة الأولى اللي هي مسافة القرار زائد مسافة التوقف، في الحالتين دول أو زائد مسافة الفرملة، الحالتين دول مجموعهم مع بعض بيسمى مسافة الكافية للتوقف. يبقى لو بصينا تاني على المسافتين، مسافة القرار ومسافة الفرملة، بيعرف المسافة الأولى، المسافة الأولى هي المسافة التي تسيرها المكتبة خلال فترة شعور السائق برد الفعل، وغالبا بتبقى في زمن 2.5 ثانية. نقدر نقول المسافة بيساوي 2.5 اللي هو الزمن في السرعة. يبقى الاس المسافة بالمتر، الفي السرعة، سرعة السيارة بالمتر على الثانية. المسافة التانية مسافة الفرملة، الحالة دي الدي مسافة الفرملة بتساوي في تربيع على الاتنين في الاف في الجي. طب ايه الجي؟ الجي معروف اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، متر على الثانية تربيع. طب الفي سرعة السيارة متر على الثانية. طب أمال ايه الدي؟ المسافة. طب الإف بقى، الإف ده معامل الاحتكاك بين العجل وسطح الطريق. طبعا في معامل احتكاك بين العجل وسطح الطريق بيحدد أو مسافة الفرمال، ده غالبا بناخده 4/10. طيب، دخل معايا الميل، دخل معايا ميل طريق او طريق صاعد او طريق هابط، في الحاله دي المعادله هتتغير بتاعت مسافه الفرمله، هتبقى دي بيساوي في تربيع على 254 اف زائد او ناقص جي. طبعا جي اللي مسافه المحور او الميل، تبقى نسبه في الميل. لذلك اقل ستوبنج سايد ديستانس للطرق من حارتين او اكتر لابد ان تكون مسافه الفرمله زائد مسافه رد الفعل اللي هي الاس زائد الدي. يبقى لو في طرق مستوية يبقى الترم بتاع الجي ده هيطير، هيبقى 2.5 في على زائد في تربيع على 2 اف جي، اف قلنا الاحتكاك وجي عجلة الجاذبية الارضية. دخل معايا الميل، لو ميل صاعد يبقى نفس القانون ده بس بالموجة، يبقى 2.5 في زائد في تربيع على 254 اف زائد جي. طيب ميل هابط يبقى 2.5 زائد في تربيع على 254 اف ناقص الجي. طيب ايه المعاملات بقى اللي بيجيبها لي الاشطو؟ الاشطو بتاعي بيقول لي في حالة الرصف المبلل مسافة الرباط بتساوي
من الجدول ده اقدر ادخل بيه السرعة التصميمية ومعامل الاحتكاك احصل على مسافة الرباط، وكذلك بالنسبة لحالة الرصف الجاف. لو استخدمنا كروكي ليه مسافة الرصف للتوقف، عندي كريست كيرف او منحنى قمة، وده هندرسه بالتفصيل في الفيرتيكال الاينمنت او الفيرتيكال كيرف. المنحنى مكون من كيرفتشر وتانجنت وتانجنت، ميل صاعد وميل هابط، وبيلتقوا في نقطة وبيصنعوا كيرف. السيارة طالعة كده وفي عائق مقابلها، المسافة من لحظة ما بيشوف السائق العائق الى العائق، المسافة دي المينيمم سترونج سايد ديستانس، ولابد ان المسافة دي احسبها بتساوي الاس زائد الدي، وتعرضنا للاس والدي في الحالة اللي هي فيها ميل صاعد او هابط. حالة طرق مستوية زي ما اتفقنا، يبقى القانون الاول اللي احنا شفناه اللي هو بيقول نرجع له، تمام، 2.5 في الفي دي اللي هي ايه مسافة قرار زائد مسافة فرملة اللي هي في تربيع زائد 2 في تربيع على 2 الاف في الجي، جبت مسافة الرؤية للتوقف. لو دخلنا على القشطه وتعرضنا للبريكنج ديستانس، ايه البريكنج ديستانس؟ هي مسافه الفرمل، ودي عرفناها اصلا، قلنا الاس زائد الدي ادي الدي. طب في القشطه بيقول ايه بقى؟ القشطه بيقول لك الدي بيساوي 0.039 في تربيع على الايه، الفي عرفنا اللي هي السرعه التصميميه كيلومتر بير اور، اما الايه الاكسلريشن وهي السرعه معدل تناقص العجله، دي اكسلريشن، اكسلريشن يعني عجله، دي اكسلريشن معدل تناقص العجله، العجله طبعا وحدتها متر على الثانيه تربيع. بجيبها منين طيب دي اكسلريشن دي؟ القشطه قال لك 90% من السائقين بيبقى معدل تناقص العجله بتاعهم 3.4 متر على الثانيه تربيع، يبقى هو رايحك من النقطه دي، يبقى 3.4 متر على الثانية تربيع، وعندي سرعة السيارة اقدر اجيب الدي اللي هي مسافة الفرمل، يبقى احنا كده شغالين بالقشطة. قبل الجدول تاني قال لك الديزاين سبيد تخش بيه السرعة التصميمية، البريك رياكشن ديستانس مسافة الرياكشن بتبقى غالبا السرعة التصميمية لو كذا، طبعا في زمن 2.5 ثانية هو واخد الديفولت بتاع رد الفعل، يبقى مسافة الفرملة بتبقى مسافة القرار بتبقى 13.9، البريكنج ديستانس اون ليفل لو في حاله وجود ميول بتبقى 4.6، لو جمعت الكالكوليتد بتاعت الاثنين هتبقى ده زائد ده يساوي 18.5، في الحاله دي يبقى الديزاين بنقربها لاقرب رقم صحيح، بتبقى 18.5 تبقى 20، 31 و2.2 تبقى 35، وبنقرب لاقرب 5 لاقرب 5 ارقام. وطبعا ده الجدول بتاع الفيت بتاع الوحدات اليو اس بتاعتي، انا شغال طبعا هنا بوحدات ايه المتريك. يبقى الجدول الظريف ده اقدر اخش بيه بالبريكنج بالديست بالديزاين سبيد احصل على البريك رياكشن ديستانس والبريكنج ديستانس مسافه رد الفعل ومسافه الفرمله، اجمع الاثنين مع بعض احصل على مسافه الرؤيه الكافيه للتوقف بالنسبة للكالكوليتد بنقربها لخمسة تبقى التصميم. طب في حالة دخول الميل معايا في القشطة، طبعا مسافة المسافة الكافية للتوقف بيساوي الاس زائد الدي، استعرضنا الاس اللي هي 0.278 الفي في الدي زائد الدي اللي هي مسافة الفرملة في حالة وجود الميل، هتبقى دي بيساوي في تربيع على 254 في الاكسلريشن على 9.81 زائد ناقص الجي، الجي طبعا الميل صاعد او هابط، والاي الاكسلريشن والفي تربيع هي السرعه مربعه. طيب لو استعرضنا جدول بيلخص الكلام ده كله، قال لك في حاله الجريد ستوبنج سايد ديستانس اون جريد، بيقول لك الديزاين سبيد اهي تمام، بتخش بيها بتخش بقى الميل بتاعك 3% 6% 9%، طبعا لو رقم بين الاثنين بناخد متوسط، لو ميل لو ميل صاعد لو ميل هابط بتخش في الخانه بتاعت الميل الصاعد والميل الهابط، بتخش بمقدار الميل بتاعك مقابل للسرعه التصميميه بتاعتك، بتحصل على مقدار المسافه الكافيه للتوقف.